ويمكن من الحاجات اللي بتؤكد دايما انه المرأة المصرية قادرة تشتغل في اي مجال وفي اي مكان، وقادرة تثبت نفسها وتحقق نجاحات. عايزين نتكلم في البداية كده عن طبيعة شغلكم جوه المصنع، بتعملوا ايه بالظبط؟ مسؤولين عن ايه بالظبط؟ يعني احكوا لنا كده شوية عن طبيعة الشغل. يعني هو كل واحدة فينا طبيعة شغلها مختلفة على حسب الشغل اللي هي مسؤولة عنه. أنا بطبيعة شغل اللي هو رئيس قطاع إنتاج الذخيرة الصغيرة، المفروض شغل من البداية كان متابعة خطوط الإنتاج الجديدة اللي احنا اشتغلنا عليها وتعاقدنا عليها وتركيبها وتشغيلها، وضع خطة منظمة للإنتاج عليها، تنفيذ متابعة ده بتنفيذه بالتوقيتات المحددة ليه وفقا للتعاقدات بتاعتنا انها تتسلم في مواعيدها، التريننج الخاص بجميع العاملين في القطاع التدريب ومتابعته. انتوا بتشرفوا عليه برضه؟ طبعا التدريب المحلي بنشرف عليه، الدورات اللي بياخدوها بره بنتابعها، نقل الخبرات من بره، نقل التكنولوجيا من بره، كل دي الحاجات المفروض ان هي الذخيرة الصغيرة دي اللي هي بتشمل ايه، والذخيرة المتوسطة دي اللي هي بتشمل ايه؟ يعني ايه الذخيره المقصود؟ الصغيره اللي هي المفروض من اول عيار 9 مللي لغايه النص بوصه اللي هي 9 مللي مرور 56 في 45 39 51 ثم عيار النص بوصة، دي الصغيرة.